صباح الخير عليكم جميعا، شربتوا قهوتكم ولا لسه؟ اليوم رح آخذكم بجولة من أحلى الأماكن اللي ممكن تزوروها بمصر، وكمان على قد الإيد، يعني خروجة مثل ما بيقولوا فعلا ببلاش، بس هي للحقيقة هي كنز من كنوز مصر. هي من الآثار العريقة جدا. شو بدي أقولكم عنها؟ مكان فعلا جميل متجدد، كل ما بتروحوه بتحسوا انكم عم تشوفوا المكان من اول وجديد ولاول مرة. ومشان ما نقعد نحكي كتير ونطول بالحكي، يلا نقوم ونروح. رح اخذكم اليوم على حديقة الحيوان بالجيزة. حديقة الحيوان بالجيزة هي من اكبر حدائق الحيوانات بمصر وبالشرق الاوسط كله، يعني كمان فوق هيك هي من أول وأعرق حدائق الحيوانات بأفريقيا. تخيلوا مدى تاريخ هذا المكان. شوفوا شكل البوابة من برا، قدي هيك بتحسوا بفخامة المكان اللي انتوا داخلين له. زمان كتير كان إلى اسم مختلف، يعني كان اسمه جوهرة التاج بحدائق الحيوانات بأفريقيا. من كتر ما هي عريقة، هي مسجلة كأثر بوزارة الآثار. شوفوا قد ايه المكان جميل جدا. نحن لسه ما دخلنا، انا هيك قلت لورجيكم شوية مقتطفات تشويقية للمكان. المكان جميل، وبأكد لكم ما رح تعرفوا تلفوه بيوم واحد من كتر ما هو كتير كتير كبير. تابعوني، وإذا عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوا اللايك والشير والاشتراك، وأنا بوعدكم بفيديوهات كتير جاية بالطريق حتكون كتير حلوة. ويلا ننطلق وناخد الجولة تبعنا بالحديقة. هاي الحديقة أساسا أمر بإنشائها الخديوي إسماعيل. إمتى هذا الحكي؟ كان عام 1871. شوفوا من امتى، قديمة كتير. بس هو ما افتتحها بنفسه، اللي افتتحها الخديوي توفيق. امتى هذا الحكي؟ كان ب 1891. هي بالاصل كانت حديقة نباتات، يعني هي مو حديقة حيوانات، هي انشئت كحديقة نباتات تحتوي على نباتات نادرة جدا، لأنه هي كتير النباتات اللي فيها مهمة. فلما قرروا أنه هن يضيفوا لها الحيوانات، حافظوا على النباتات اللي فيها. في جزء من النباتات اقتطع بعدين، بس يعني النباتات المهمة والأشجار المهمة بالحديقة لا زالت موجودة حتى وقتنا هذا. هاي الحديقة أول ما أنشئت، تخيلوا، كانت تحتوي على 6000 حيوان. 6000 حيوان من 175 نوع، من بيناتهم أنواع نادرة جدا من التماسيح والبقر الوحشي. كتير حديقة ضخمة جدا، تمتد على 80 فدان. يعني تخيل يا رعاك الله قد ايه هذا المكان مساحته كبيرة جدا. طبعا هو اول ما بدأ ما كان بهاي المساحة، كان 50، وبعدين يعني صار في تغييرات من غير ما ناخدكم بالتفاصيل. بس انا بدي قلكم انه هاي الحديقة ضخمة جدا، إلها 4 بوابات. طبعا اضخم بوابة هي من ناحية شارع الجيزة، منقوش عليها حيوانات ونباتات، بيقولك انه هي بتمثل هاي النقوشات القارات الاربعة. الحديقة بتضم 5 جبلايات، هن هيك بيسموها جبلاية. فيها جبلاية القلعة، الشمعدان، الشاي، الكوبري المعلق. فيها كمان الحيوانات. من احلى ما بالموضوع انه انتو كمان تقدروا تطعموا الحيوانات. بدي لكم كمان، انا نسيت اخذ معي خس وشو بيسموه،
مثلا خبز فينو طري وهيك. فانتوا لما اذا رحتوا يعني خدوا معكم كتير رح تنبسطوا بالمكان. رح قلكن على جبلاية القلعة. جبلاية القلعة هاي أنا دخلتها من شي 6 سنين، من فترة طويلة دخلتها، كتير كتير حلوة، والقعدة فيها كأنكن قاعدين بمكان بدكن هيك تروقوا وتصفوا دماغكن وأعصابكن. المكان كتير حلو. هاي الجبلاية، جبلاية القلعة، هي أكبر وحدة، انبنت عام 1867. بيقولك فيها مقاصير وكراسي من الخشب، هذا الخشب المتحجر من يعني من غابات اللي هي بالصحاري. فيها جداول يعني شوفوا، أنا على فكرة مالي دقيقة بالكلام، عم بحكي معكم يعني كأني قاعدة مع حدا من رفقاتي وعم بشرح له المكان. فعلا جميل. فيها كمان الكشك الياباني. الكشك الياباني هو عبارة عن متحف بيضم صور الحديقة قبل وبعد، يعني بالعهد القديم وبالعهد الحديث. طب هن ليه سموها الكشك الياباني؟ سموها الكشك الياباني لأنه هو اللي أمر بإنشائها كان الملك فؤاد، بحضور أو كانوا يعني في زيارة، أول زيارة لولي عهد اليابان لمصر عام 1924، فهن صدر قرار بإنشائها وتسميت بالكشك الياباني. فيها كمان جزيرة الشاي. هي جزيرة الشاي يا جماعة مكان كان استراحة خاصة للخديوي إسماعيل، يا سلام، وبعدين صارت للملك فاروق. الحصن اللي فيها اللي هو يعني عاملين فيها الأرض، الحصن هذا جايبينه من جزيرة رودس اليونانية. مساحة هاي الجزيرة 4 أفدنة، يعني شوفوا بقى قدي جمالها. اللي بيحب يفوتها أو إنه هو يدخل على هاي الجزيرة بيدخل من بوابة اللي هي جنب جامعة الهندسة، يعني ما تروحوا من بوابة الجيزة إذا بدكم تفوتوها. الحديقة كمان فيها كوبري المعلق. الكوبري المعلق هذا كانوا، أو ما بعرف إذا لسه بهيك يعني بهاي التسمية، بيسموه إيفل مصر. هي على جبلين صناعيين في كوبري بيناتهم، مصمم بطريقة التعشيق، يعني ما فيه لحام، ما لهم لاحمينه، هن معشقينه ببعض. هي على فكرة اللي هي جبلاية القلعة. وانتظروني كمان أنا رح أعملكم جزء تاني للحديقة، حتلاقوا فيه شغلات كتير حلوة، من ضمنه فيديوهات لجبلاية القلعة، وكمان لمكان تاني أنا فتته هاي المرة كتير حلو، اختراع فعلا، أحلى شيء أنا دخلته بهاي الحديقة. هذا الكوبري المعلق، نرجع بقى من أول وجديد، هذا الكوبري المعلق اللي هو إيفل مصر، مصممين الكوبري فيه بطريقة التعشيق، ما فيه لحام هيك، يعني معشقينه ببعض. على بوابته حاطين شعار للخديوي إسماعيل اللي هو يعني أمر بإنشائه. تخيلوا أنه هذا البرج إيفل أو إيفل مصر بيسموه، هو بني قبل إنشاء برج إيفل فرنسا ب10 سنوات. يعني مكان بمنتهى العراقة. كمان الحديقة بتضم أول متحف حيواني بالجيزة، أنشئ عام 1906 وبعدين نقلوه لهالموقع الحالي اللي موجود فيه حاليا. الحديقة كمان فيها بيت الدب، فيها بيت الفيل، فيها بيت السباع. كمان أنشأوا فيها مكتبة علمية، وبعد فترة يعني هي أنشأوها عام 1909. أنا عم بقلكن التواريخ مو لمجرد أنه أنتوا تعرفوا تاريخ أو رقم، لا، حتى تشوفوا قدي عراقة هاي المكان. ولما بقلكن أنه هي حديقة عريقة، فعلا هي فعلا حديقة عريقة.
تستحق أنه الواحد يقعد ويعرف عنها كل تفاصيلها. هاي المكتبة العلمية أنشئت عام 1909، ب 1910 انتقلت لسلطة وزارة الزراعة. أنا عم بقولكم هيك يعني شوية معلومات بسيطة، ما تزهقوا ما تملوا، صدقوني أنتوا لما تاخدوا ولادكم لازم تقولوا لهم هاي المعلومات، لازم يعرفوا آثار بلدهم، يعرفوا قدي بلدهم عريقة. هاي الحديقة كانت متصلة بحديقة الأرمان، يعني هن كانوا الاثنين مع بعض، بعدين صار انفصال بيناتهم. هذا الانفصال نتيجة انه هن انشأوا جامعة القاهرة وطريق نهضة مصر، فتم الفصل بيناتهم. طبعا كلنا بنعرف انه هي بتفتح من 9 الصبح لخمسة المساء، يعني احلى وقت انتو ممكن تاخدوا فيه ولادكم، خروجة حلوة وشكلها كتير كتير حلو، ومعكن أكلكن، حتى الأنشطة اللي فيها غير مكلفة، تذكرة الدخول بخمسة جنيه، في أحلى من هيك؟ ما بعتقد أنه في يعني أحلى من هيك أبدا. حاليا الحديقة تم إغلاقها، آخر يوم شفتوها فيه بالشكل هاد هي، أحلكن التاريخ لأنه رح فعلا هيكون تاريخ، بثماني سبعة 2023 هو كان آخر شكل إلها بهذا الشكل القديم، لأنه هي هلأ حاليا تحت التجديد، رح ينعمل لها تجديدات لحتى تصير حديقة بتوازي الحدائق العالمية. فعلا هي الخطوة كتير كتير مهمة، لأنه الحديقة طلعت من التصنيف الدولي، طلعت برا التصنيف الدولي من عام 2004، وبصراحة هذا شيء محزن جدا، لأنه هي ما كانت بتتبع المعايير الدولية بإيواء الحيوانات. فهي الخطوة كتير مهمة، لأنه هي هترجعها مرة تانية للركب وتدخل مرة تانية بالتصنيف الدولي، لأنه هي فعلا تستحق أنه هي تكون ضمن التصنيف الدولي. وكمان عم بيقولوا، وهي يعني بصراحة أنا بالنسبة لي يعني أخبار مفرحة جدا، مفرحة لأني أنا فعلا زرت الحديقة من 2009 لحد هاي اللحظة، أنا زرتها تقريبا 3 أو 4 مرات. آخر مرة كنت يعني كنت ماشي هيك حاسة حالي زعلانة من جواتي، فلما سمعت هذا الخبر حسيت انه فعلا هذا التجديد هي بتستاهل انه هي تكون اكتر من هيك بكتير. عم بيقولوا كمان رح يجيبوا انواع حيوانات جديدة ونادرة، وكمان الاحلى والاحلى انه هذا التطوير ما رح يأثر على الطابع الاثري تبعها ولا على الاشجار النادرة الموجودة فيها. فهذا التطوير رح يكون كتير مهم وكتير كتير حلو. وكمان هن قالوا لنا يعني ما بعرف انه ان شاء الله ما رح يعني ما رح يكون، يعني الناس قلقت بعد ما سمعت الخبر، انه لانه هي فعلا متنفس لكل الناس، متنفس، لانك انت باقل مبلغ تاخد اكلك معك، 5 جنيه بتفوت تقطع تذكرة تدخل بتقعد بالحديقة، فيها كراسي بكل مكان، كراسي خشب وقعدات وطاولات، يعني غير مكلفة أبدا. حتى الأنشطة اللي فيها اللي هو الجبلايات والبدالات، وفيها كمان سفاري فيكم تفوتوا تتصوروا مع الحيوانات، كلها هي غير مكلفة، يعني الدخول فيها بملاليم. فبعد ما نزل خبر التطوير والتحديث فالناس كانت شوي قلقانة انه الأسعار تغلى، بس يعني عم بيقولوا انه لا، هذا الكلام سابق لأوانه، وانه التذكرة يعني ما رح يكون يعني فرق كتير بعيد عن هذا المبلغ، ونحن بنتمنى هذا الشيء، لانه هي فعلا متنفس لكل الناس. بنصحكم انه تحفظوا هذا الفيديو عنكم، لانه هو اثري فعلا، لانه بعد هيك لما يتم افتتاحها انا ان شاء الله اكيد رح روح زورها لحتى اشوفها بالشكل الجديد. المكان جميل جدا، وأنا مبسوطة أني أنا شفته قبل، وحكون كمان مبسوطة لما أشوفه بعد التطوير.
كل شي فيه حلو وكل شي فيه نادر وكل شي فيه بيبعث على الطاقة الإيجابية. انك انت تمشي بمكان خضرة، شوفوا الشجر بكل مكان، القعدات، كل شيء، كل شيء فيه أحلى ما فيه بساطته. تأملكم للحيوانات الموجودة جوا، هي لخلق الله سبحانه وتعالى، جميلة جدا. هذا المسجد مسجد موجود جوا الحديقة. إن شاء الله بالحلقة الجاية رح نفوت المتحف مع بعض، المتحف الحيواني، أنا صورت لكم من جواته، متحف رائع جدا جدا جدا. قلت لكم انه كل ما بتروح الحديقة بتكتشفوا فيها شيء جديد وشيء جميل. انا دخلت المتحف، المتحف كان كتير كتير حلو. وان شاء الله الفيديو الجاي، انا حتى ما طول عليكم اكتر من هيك، الفيديو الجاي رح نزلكم يا رح يكون عن المتحف والجبلاية. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة، وما تنسوا تدعمونا، ودايما نحنا منكبر بمحبتكم وبدعمكم، ودايما خلوكم قريبين منا وعلى تواصل معنا. واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات إذا أنتوا بتحبوا الفيديو أطول أو أقصر من هيك، أو إذا في عندكم أي اقتراحات بتمنى تكتبوا لي إياها بالتعليقات. وإن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد، والسلام.